صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا محيي الزوار يا أبو علي، ما خاب من تمسك بكم، أمنا يا من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه. كان الحديث أمس عن مسلم بن عقيل، وقلنا من أحد أسباب بقاء نهضة الإمام الحسين هو النزاهة. النزاهة. اليوم أنا بكمل البحث، والبحث ليه ارتباط بهالآية هذه. الإسلام في تشريعاته يحرص على حفظ الحقوق، ما يريد حق أي إنسان يضيع ولو كان صغير، واضح ولا؟ فالإنسان لما يخوض معاملة تجارية أو يخوض معاملة مثلا حتى زواج، لأن الزواج بعد فيه حقوق، هناك مهر للمرأة يجب أن يعطى إليها. حتى عندنا رواية موجودة، إذا واحد تزوج بامرأة وعين لها صداقا وينوي عدم اعطاء الصداق، يعني عين لها صداق مهر بس ينوي في قلبه ان لم يعطيها الصداق، هذا يعتبر سارق. اكو روايه موجوده ان هذا سارق يعتبر. والله الاسلام وايد دقيق في القضايا دي، حساس جدا فيها. اكبر ايه في القران، اكبر ايه في القران في سوره البقره جايه في القضايا الماليه. إذا عليك دين تكون تكتب الدين هذا سواء كان صغير أو كبير، لأن هذه حقوق الناس. الله سبحانه وتعالى ما يسامح في الحقوق. عندنا في الحديث الظلم ثلاثة، أكو ظلم يغفر وأكو ظلم لا يغفر. الظلم الذي لا يغفر الله ما يغفر له المداينة بين العباد. إذا واحد يتداين أو يصير مديون لناس وما يؤدي الدين، الله ما يتجاوز عنه. المداينة بين العباد. وكذلك هناك ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله عز وجل. فدي قضية حساسة جدا، القضايا المالية إذا واحد ما يضبطها مشكلة. كثير من الصراعات موجودة، كثير من الصراعات موجودة في العوائل، في العوائل ما في بين الأزواج. الآن كثير من الورثة عندهم تقاطع وتدابر بسبب الورث، لأن الأب ما وصى بوصايا معينة، فتضيع الحسبة، واحد يقول هذا لي، هذا واحد يقول لي، يصير عراك بين الورثة وتتطور إلى التقاطع والتدابر، يصير قطع رحم. واضح ولا لا؟ وقطع الرحم حرام شرعا.
والذين تساءلون به والأرحام. فهذه قضايا حساسة، التداين بين العباد. حتى عندنا ورد شغلات اكو جدا دقيقة، بس أنا ألفت لك، ألفت نظرك ليه حتى تكون في الصورة شوي. الإمام الرضا سلام الله عليه، شوف قضية حساسة وهذه مولد ابتلاء. الإمام الرضا سلام الله عليه عنده خدم، عنده عمال، هو الإمام الرضا يشتغلون عنده زين، عنده حجام وعنده حاجب وعنده خادم، عنده. فقال لهم إذا تريدون تجيبون أي واحد يشتغل عندكم يعمل، لازم تقاطعونه أول، مو تجيبونه يشتغل وبعدين ها شقد الأجرة. والله الأجرة مثلا $1,000، شلون $1,000؟ وايد كثير، ما تقدر أنت تقول له لا. واضح له لا، لازم تتقاطع إياه، لازم تتقاول إياه أول، تكتب إياه عقد أنت بناء، أنا أريد أجيبك هنا تشتغل أسبوع واحد، تبني لي هذا المكان بهالكيفية بهالخواص بهالوصف. لأن بعض أوقات البناء يبني بناء لكن متخلف الوصف، مو طبق المواصفات اللي أنت تريدها، فأنت هني لك خيار تخلف الوصف، ما يستحق ولا فلس. واضح ولا لا؟ لان بنى البناء بغير الوصف اللي انت كتبته له. واضح له؟ انت تبي قاشي او تبي حجر من هالنوعيه، جاب حجر اخر ولصقه، لك خيار فسخ العقد. واضح ولا لا؟ خطره القضيه دي. فقال لهم قبل لا تجيبون اي واحد يشتغل لازم تتقاطعون اياه، يصير عقد بينكم كم اجرتك تتحدد وبعدين خليه يشتغل. الإمام الرضا يوم الأيام شاف أسود عندهم شغال، شخص يعني شكله أسمر، وما قاطعوا فوبخهم، ليش ما قاطعتهم؟ قالوا للإمام الرضا ليش احنا نقاطع أول؟ عندنا احنا مثل شعبي اللي أول شرط آخر نور، سامع أنت؟ ما يصير اختلاف بعد. انت تبي تطلع حتى بالتاكسي هذا تقول له كم توديني للسيدة رقية؟ يقول لك هالقد، مو يقول لك تفضل حجي وتركه وبعدين لا الاجرة هالقد، لا لا ما توقعت هالقد، يصير اختلاف. الامام الرضا خوش توجيه عنده، شوف الحقوق دي وايد صعبة، قال هذا اذا انت تتقاطع معاه، يعني مثلا جبت قلت له اشتغل هني بناء نفترض اسبوع واحد $1,000، تقاطعت وياه، بعدين لما يخلص الشغل ماله ويخلص العمل ماله انت تعطيه $1,000 بكون راضي، صحيح لو مو صحيح؟ خلاص طبق العقد. الامام الرضا يقول انت لما تعطيه بحقه حسب العقد ثم اعطيته اكثر، يعني اعطيته $1,100، قال لك مولانا هاي 1000 بس احنا متقاطعين 1000، قال له هاي $100 بعد، انت رحت وجيت وتعبت شويه اعتنيت في العمل اكثر، كانت اكو شغلات في العمل مو انا ما قلتها لك، بس انت من باب التحسين حسنت للعمل. واضح يا مو واضح؟ هذه بعد اكراميه لك. يقوم شنو يرتاح لك، يقوم يمدحك، يقول خوش رجال هذا انصفني واحسن الي، هم اعطاني اجرتي هم اعطاني بعد فوقها $100، تكسبه للرجل. واضح له؟ واضح. ديننا جدا حلو، جدا جدا لطيف، فالقضايا دي حساسه جدا. قضيه كسب المال مهم، يوم القيامه انت تسال لا تطأوا قدم عبد يوم القيامة إلا ويسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله، ها لاحظ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت. هاي الرواية موجودة. فالواحد شوية يكون شنو يحرص على اللي يصير اختلافات بينه وبين الناس والبشر والعائلة
لقضايا ماليه. ليش؟ حساس، المال حساس. انا شايف روايه، شايف روايه ان الانسان ممكن اذا فقد بالولد، اذا واحد اصيب بمصيبه فقد اولاده او واحد من ارحامه ممكن يصبر، لكن اذا تسلب امواله تخليه صفر على الشمال لا، ما يقدر يصبر. تخليه فقير محروم، تاخذ امواله كلها ويظل فقير، هذا صعب عليه. المال قوام الحياه، قوام الدين والدنيا باربع. هذا الحديث احفظوه، قوام الدين والدنيا باربع: بعالم مستعمل لعلمه. لازم عالم، لكن مو اي عالم، عالم شنو؟ مستعمل لعلمه. واضح لو واضح؟ اما عالم وما يعمل بعلمه شو الفائده؟ صار مثل البلعم. واضح يا مو واضح؟ صار وبال على الاسلام، صار شريح القاضي، صار دولة وعاد السلاطين خربوا الدين والدنيا دولين. واضح لا واضح؟ بعالم شنو؟ مستعمل. ولهذا احنا في لما نقلد عالم، الامام العسكري يقول مو تقلد العالم، من كان من الفقهاء صائلا لنفسه، شوف القيود، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، متبعا لامر مولاه، شنو؟ فللعوام ان يقلدوا وهم قليل في شيعتنا. شو يعطي قيود وايد صعبه، واضح لهم واضح. يقول بعالم مستعمل لعلمه، بعد شنو؟ وغني لا يبخل بمعروفه. غني يعني فلوس، عدل ولا عدل؟ عدل ولا لا؟ غني عنده مليارات بس بخيل، شو الفائده؟ ماكو لنا فائده. صحيح ولا مو صحيح؟ اللي يزين الانسان مو بس فلوس، فلوس مع كرم، اما فلوس لا. والفلوس من وين جابها؟ اذا من حرام بعد ما منها فائده. لازم عنده غني من حلال، ادل ما ادل؟ ولا بغني شنو؟ لا يبخل بمعروف. وبعد وجاهل لا يستنكف ان يتعلم. عندنا جهلاء لو ما عندنا جهال؟ عندنا كثيرين. هذا الجاهل لا يستنكف ان يتعلم، اذا ما يعرف مساله خليه يسال. الخطيب طرح موضوع، اذا ما فهمت الموضوع روح اسال من الخطيب من بعد ما يخلص المنبر. واضح؟ لازم تتعلم. الجاهل لازم يتعلم مسائل دينه، المسائل التي هي مورد ابتلاء في الصلاه، الصوم، الحج، لازم تتعلم. اكو واحد الإمام الصادق يقول يأتي على الرجل 50 سنة ولم تقبل له صلاة واحدة. عجيب، 50 سنة عمره ما تقبل، والله ما تقبل منه ولا صلاة واحدة. ليش؟ لعل الإشكال في الوضوء، ما يعرف يتوضأ. فإذا الوضوء باطل صلاة الصلاة شنو؟ باطلة. واضح لما واضح؟ واحد لا يستحي أنه إذا ما يعرف الشيء يتعلم، شنو الإشكال في ذلك؟ والله. وجاهل لا يستنكف، يعني لا يتكبر، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم. وبعد وفقير لا يبيع آخرته بدنيا. الفقير شوية يكون يصبر، لا يستعجل يأكل مال حرام. لا، ولهذا الإمام الحجة يقول وتفضل على الفقراء شنو؟ بالصبر والقناعة. مو انه كلش ما عنده الفقير، ده عنده بيت وعنده زوجه بس يعني وضعه منبحبح زايد. واضح ولا لا؟ الامور الاوليه عنده بس لا يطمع زايد. هذه اربعه. شوف الربط الحين، شوف الربط، الربط هذا حلو، الربط مهم. اقول فاذا لم يستعمل العالم علمه، اذا العالم ده اللي راح يتعلم ما استعمل علمه، شو يصير؟ استنكف الجاهل ان يتعلم. اذا العالم ما استعمل علمه الجاهل شو يقول؟ يقول بعد حق وين اروح اتعلم؟ يكون راح ذاك درس وتعلم وما استفاد من علمه، صحيح؟ عين حق وين اروح اصير عالم؟ واضح لو واضح؟ فاذا استنكف الجاهل صار جهل، صار الشرور. الامام علي سلام الله عليه يقول الجهل راس الشر كله. واضح لو؟
والعلم رأس الخير كله. احنا مشكلتنا كل مشاكلنا جايه من الجهل والجهالة. كتب شو تقول الآية؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. يعني فينا جهالة ولا؟ فإذا لم يستعمل العالم علم شنو استنكف الجاهل أن يتعلم. هني خطيرة بعد. وإذا بخل الغني بمعروفة شنو باع الفقير آخرته بدنيا. واضح له واضح. فاللي يضبط المجتمع منه العلماء والأغنياء. واضح. فإذا شفت أي فساد في المجتمع، أي خلل، أي نقص، أي تأخر، أي تخلف، أي طيحان حظ، سبب شنو؟ العلماء والأغنياء. واضح لما واضح؟ اللي قتل الحسين فتاوي. فتاوي من وين؟ من ذول الحبربش، من ذول الساقطين العلماء، مثل شريح وغير شريح. وابن عربي المالكي يقول قتل الحسين بسيف جده. هذه المشكلة دي. عندنا رواية هم ثانية هم لطيفة. الرواية تقول صنفان من أمتي. اسمع الحج، انتون الحج مالي مفهوم لو مو مفهوم تفهمونه؟ إذا ما فهمتون سئلوني، لأن سمعت أنه بعض الكلام بعضهم ما يفهمه وفلسفة على كيفه وروح. أنا ما قلته، أنا ترى دقيق في كلامي، جدا دقيق. أنا خطيب من 88، ترى مو من الحين خطيب، صار 33 سنة أصعد منبره، وعرف الناس والعالم زين، وعرف اللي في المجلس منه وماكو، كلكم أشاهدكم أنا. إذا أحيانا صدر مني كلام وإنت ما فهمت زين، تعال اسأل من عندي. واضح يوم واضح، لا تستعجل. واضح لمواضح. الحديث يقول صنفان من أمتي إذا صلح صلح العالم كله، وإذا فسد شنو فسد العالم كله. العلماء والأمراء. واضح واضحة بعد، ما احتاج أوضح، لأن دين الناس بيد العلماء، ودنيا الناس قلنا تبدين ودنيا، ودنيا الناس بيد الأمراء. الأمراء بيدهم بيت المال، بيدهم الخزينة الوطنية للدولة، البترول والنفط والعائدات، عدل ما عدل، والأراضي عدل ولا، والخيرات عدل ولا. أنا حين شاب أريد أتزوج، تقول لي شيخ، أقول لك واحد شاب أقول له ليش ما تتزوج؟ أقول شيخنا وين أتزوج؟ بيت ما عندي. المرة ما تبي بيت تقعد فيه، عدل ولا؟ أقول له ليش بيت ما عندك يا ولدي؟ أقول والله شيخنا أرض ما عندي حتى أبني عليها البيت. واضح ولا؟ أنت تبني البيت وين؟ في السماء. تبني على الأرض، عدل ولا؟ والأرض وضعها للأنام، يعني الله خلى الأرض حتى الناس تستفيد منها. الحكومات ايش سوت؟ وضعت يدها على الأراضي، عدل ولا مو عدل؟ زين زين، انت وضعتين يد على الاراضي على اي اساس؟ انا شاب ومواطن اريد ارض، اعطوني ارض. ما يعطونك ارض. اذا ما اعطوك ارض صار هني، لو الامراء صلحاء وعطوا كل مواطن ارض وعطوا مثلا 60,000 دولار ليبني الارض، انتهت مشكله السكن، عدل ولا؟ ازمه السكن انحلت، صحيح لا مو صحيح؟ لكن ماخذين الاراضي والفلوس. هذا لا، صار ضغط على المواطن. هذا المواطن شو يسوي؟ ما عنده بيت، ما عنده ارض يبني، ابوه بعد وضع حرج، يظل شنو؟ يظل مكبوت، ها؟ يصير عنده كبت جنسي، عدل له؟ لما يصير عنده كبت جنسي شو يسوي؟ وين يروح؟ شلون يعالج الكبت الجنسي؟ ذولا المسيحيين القساوسه اللي حرموا على انفسهم الزواج،
صار عندهم كبت، صار عندهم شذوذ ينشلوا لا. روح شوف كم واحد عنده 60 قضية لواط. عدله لا، لأن كبت عنده واضح. الإسلام يرفض الكبت. وأقول لك الأرض لله ولمن عمرها. الله شرع قال الأرض لله ولمن عمرها. أنت الحكومة لما أخذتين الأراضي، أنت ما تملكين الأراضي. لما تحيين الأرض ببناء أو زراعة أنت تملكينها بالإحياء. أما إذا خليتينها أرض جرداء وما أحييتينها بالزراعة ولا بالسكن ولا بالبناء، ما تملكين الأراضي. واضح لهم واضح. هذا قانون الله. هو مكتوب في الدستور دين الدولة الإسلام، والإسلام مصدر رئيسي للتشريع. زي حج الله يقول الأرض، الحديث يقول الأرض لله ولمن عمرها. أنت عمرتونها لا، لا تعمرونها ولا تنطونها للمواطن. لا أنتم مستفيدين منها ولا تخليتوا المواطن يستفيد. هاي شلون حكومة دي؟ هاي رشيدة؟ الله قاعد يقول انا قاعد اعطيك المال، المال مو بس نقد، الارض مال. واضح له لا. بس لما يجون الامراء وخربطون والعلماء بعد ساكتين لا ينهون عن المنكر ولا يوجهون. واضح له مو واضح؟ مشكله. صلى على محمد وعلى محمد. فالدين حلال مشاكل، لكن تعال طبق الدين له. فالمال له دور، المال له دور. انت لازم تكسب المال من حلال بشكل صحيح. عندنا كتاب في المكاسب، الشيخ الأنصاري كاتب كتاب اسمه المكاسب، شروحات عليه كثيرة. فانت يا نور عيني يا خلف شبدي لازم تدقق في القضايا المالية. عليك ديون بادر. مسلم بن عقيل امس تكلمنا عنه، لما جيء به الى ابن زياد لعنة الله عليه، المهم صار حوار ممكن اذكره لو الليله لو ليله ثانيه، خلنا الحين في القضيه دي. قال له عمر بن سعد، مسلم بن عقيل قال لعمر بن سعد، عمر يعني في السلطة، في السلطة في الحكومة في ذاك الوقت وقائد جيش، قال له هو طبعا هم أرحام طبعا، يعني مسلم بن عقيل مع عمر بن سعد أرحام، ولهذا نفس عمر بن سعد يقول حسين بن عمي والحوادث جمة ولي في الري قرة عيني. واضح؟ هم أرحام. إذا تتذكرون يوم عاشر من محرم، بس تدي لفتات خفيفة دي، لما طلع علي بن الأكبر للقتال زين، شنو قال الحسين سلام الله لعمر بن سعد؟ قال قطعت رحمي قطع الله رحمك. واضح؟ فعمر بن سعد مسلم بن عقيل قال لعمر بن سعد أنا عندي لك حاجة. طبعا عمر المسلم عقيل منهك، منهك يعني كان كلش. سنة انفصلت له ثنيتان، أراد يشرب الماء ما قدر يشرب الماء، وقعت الثنيتان في الماء، وضع كلش حرج يعني. فقال له أنا عندي لك حاجة. شوف النزاهة، شوف النزاهة هني قاعد أتكلم. قال له عندي لك حاجة. فاستأذن من ابن زياد، ابن زياد قال لعمر بن سعد انظر الى حاجة ابن عمك، شوف شو ايش عنده. قال له انا لما جيت الكوفة اقترضت 700 درهم. واضح؟ وهذا درعي وسيفي بيعه حتى اقضي به الدين. هاي ايش معناته؟ ايش معناته هذا الكلام؟ معناته ان انا ما اريد اصير بايق حرامي، ما اريد اموت وعلي دين. واضح لو واضح؟ باكر والله الناس قاعدين يسوون لنا ثوره وهم بوايد حرامين، يبون يسوون ثوره وهم سلابه. هاي ما يصير ذا الحكي. واضح لو لا؟ انت تستمع للحسين وانا استمع للحسين وكل حسينيين
وقاعدين نسمع الحسين قال لأصحاب، هذه رواية موجودة، لا يقاتل معي من عليه دين. ما بواحد يكون مديون ويجي يقاتل يعني. ليش؟ لأن هذه ثغرة، ضربة هذه. فأنا وأنت لازم نستفيد من ذا المعنى، أنه خلنا نصفي كل تبعاتنا ليصل على النديون. والله لولا لو الحسين هو نفسه بادر في أداء ديون أصحابه صفى أمورهم، حتى لما يجون للنهضة طاهرين مطهرين. شوف ترى التاريخ حساس، وده التاريخ يدون. واضح للموضوع. أقل خطأ أنت رحت ملح. أقول لكم قصة لطيفة. صلى على محمد وعلى محمد. في اثنين من الموالين رايحين لزيارة الإمام الحسين في أيام البهلوي الأول، مو هذا رضا شاه المقبور، لأبوه كان حاكم إيران قبل هذا الشاه، قبل أبوه سمونا البهلوي الأول. هذول الاثنين من المؤمنين، وكانت ديك الأيام ماكو وسائل سفر يعني، أو في وسائل بس يبدو الطريق إلى العراق ما كان سالك، فعلى قولتنا رايحين قشق، سمونا قشق انتم، تهريب. أحسنت، بارك الله، خوش لطيف. فراحوا تهريب، ماكو تهريب، عادة يروحون بالبر عن طريق براري يعني. فذولا على أثر التعب في واحد منهم مات في الطريق، مات في الطريق زين. الثاني صاحبه شاف بعد هذا مات في الطريق، دفنه ورجع إلى طهران، إلى بيته في طهران. المهم هذا في المنام شاف رؤية عن صاحبه اللي مات، قال لي شلونك في عالم البرزخ؟ ترى عالم هذا عالم مرتخب له، يبي له محاضرات ده، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. طبعا الانسان اذا مات مو الموت امر عدمي، لا، انما الروح تنفصل عن البدن، والروح تروح في عالم البرزخ، الله يخلق لها بدن مثالي تعيش به في عالم البرزخ. بس اعطيك بس فكره على البدن المثالي، يعني انت الحين نفترض الحين في سوريا نايم، نايم في بيتك هنا في سيده زينب، وشفت نفسك في المنام ان رحت الامام الرضا زياره، الحين شنو البدن مالك؟ هذا البدن اللي في سوريا اللي قاعد انت تشوفه بالحلم، هذا بدن، والبدن اللي يتحرك لزياره الامام الرضا ذاك بعد بدن. واضح لو لا؟ ذاك البدن اللي انت تشوفه في المنام وقاعد يزور الامام الرضا هو نفسه انت، بس ذاك يسمونه بدن مثالي، بدنك الواقعي هو في سوريا انت نايم به. واضح لو لا؟ فدي الروح من تروح في عالم البرزخ الله يخلق لها شنو؟ بدن مثالي تعيش به. واضح لو لا؟ يعني تشعر، والانسان يدرك في عالم البرزخ. وليش معنى تلقين الميت؟ انت لما تلقن الميت معناته الميت يفتهم، ادري لو لا؟ فهناك ادراك. وعندنا روايه الناس نيام اذا ماتوا انتبهوا، الناس نيام شنو؟ اذا ماتوا انتبهوا. يعني شنو انتبهوا؟ يعني عنده ادراك. واضح لو واضح؟ فهذا طبعا المنام هذا من المبشرات يعتبر، اكو عده اقسام للمنام. فشاف رؤيه، شاف صاحبه في المنام، قال له شلونك انت في عالم البرزخ؟ وعندنا روايه القبر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران، عدل مو عدل؟ تمام؟ بس هذه الجنه مو ديك الجنه الاخرويه، لا، جنه تختلف. المهم قال انا مرتاح، بس كل يوم تأتي إلي عقربة تلدغ إبهامي، إبهام الرجل، تقوم تاكل منة عضني، فأشعر بألم شديد جدا شديد، ما أتحمل.
ألم عجيب. سيدي تعضني ساعة وتمشي، هذه كل يوم شغلتها تجي تعضني وتمشي، والله كل زين بس هذه شوية مأذتني. تسمعني وما تسمعني؟ يبي لكم صلوات قوية، صلوا على محمد. قال لي دي شنو العقرب؟ شنو السالفة؟ شنو القضية؟ قال أنا كنت رايح ضيف في مكان، رايح ضيف في مكان وجايبين لنا فواكه وكذا، تلاحظ شلون؟ بعض الأوقات يخلون لك الفاكهة في كيس حتى توديها البيت مثلا. أقول ما أدري فت سكين كانت شايلينها، أنا شلون صارت عندي ما أدري سكينة، وديتها وياي البيت أنا وخليتها في المطبخ في الرف الفلاني، ونسيت ارجعها لمنو؟ لاصحابها. صار عندي اهمال تكاسل في اداء هذا الحق وهذا الدين، تحول ذلك الى عقربه في عالم البرزخ، هذا كل يوم يجي عضني، فانا متورط بسبب سكين، سكينه واحده بس. واضح لنا؟ قال لي والحل؟ قال لي الحل ان انت تذهب الى البيت، بيتنا، تستأذن من زوجتي وتقول لها ترى السكينة في فلان مكان في فلان رف، بس اعطيني اياها ودها لاصحابها، واعطاه العنوان مال اصحاب السكين. هذا انتبه من المنام وراح الى بيت الحج هذا الميت، طرق الباب، طلعت لي صاحبة البيت، سلام عليكم، عليكم السلام، شو القضية؟ قال قضية كذا كذا وكذا وكذا، والسكين موجودة في المطبخ في الرف الفلاني. فرحم الله والديه، اعطيني السكينة اريد ارجعها لاصحابها، ترى صاحبنا وضع محرج في عالم البرزخ. قالت عجيب. قال لها بل راحت والله حصلت السكين زين وعطتها الرجل. فورا راح هذا، سبحان الله، شوف الله يجير الاحداث، بعض الاوقات الله يحب للانسان فيجير لمن يخدمه، هذه ترى جدا شيء لطيف يعني. شوف موسى طالع مهاجر، ها، ولما توجه تلقى مدين قال عسى ربي ان يهديه، طالع في البر وما يدري وين يروح، بس الله جير له ناس، بس هو انسان مؤمن خدوم يحب يخدم. فسقى لهما، تولى الى الظل، قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، عدل له ما قام عدل له، لا جير له، ترى الانسان المؤمن والمتقي الله يجير له. عندنا في الحديث عن الامام علي سلام الله عليه حديث، من اتقى الله وكانت السماوات والأرض عليه منطبقة واتقى الله لجعل الله له مخرجا. واضح؟ حتى لو السماوات والأرض منطبقة عليه، واضح. المهم هذا خد السكين وداها لأصحابها وقال هاي السكين برونا الدمي رحم الله والديكم. بعدين يوم ثاني رأى صاحبه في المنام، شاف صاحبه، قال له شو اخبارك؟ قال الحمد لله، ذهب عني العقرب. سكين واحدة، ما بالك واحد بالملايين مليون من الناس في العالم، هاي مشكلة. انت زوجتك اعطيتها مهر، لازم تقعد يا نفسك تحاسب نفسك، ولا ترى عالم البرزخ مشكلة. هني هم مشكلة عندنا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من اقتطع مال مؤمن غصبا ما زال الله معاتبا له غير راض عنه وعن أعماله، ولا يثبت حسناته حتى لو كانت من البر والخير، حتى يتوب ويرد المال الذي أخذه من صاحبه. شوف يعني أنت مديون ماخذ ماكل مال الناس، الله لا يقوله، الله لا يقوله، ماخذ مال أحد من دون طيب من دون رضا،
ترى الله ما يتقبل حتى الأعمال اللي تقوم بها أنت بالخير والبر، ما يتقبل ولا يثبتها في حسناتك إلى أن ترد ذلك المال. فالقضية خطرة، القضية خطرة جدا. فأتذكر السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه، هذا عالم مرجع تقليد، وكان عنده زميل وياه زين، وما صار مرجع تقليد، أبو الحسن صار مرجع تقليد. فجلس السيد أبو الحسن الأصفهاني قال لي ليش أنت صرت مرجع تقليد وأنا ما صرت مرجع تقليد، مع أنه كان جكي وفي نفس المستوى. قال لي تتذكر يوم الدبس؟ تدري شنو يوم الدبس؟ ذولا كانوا طالعين في سفرة، المرجع أبو السيد أبو الحسن الأصفهاني وهذا زميله طالعين في سفرة زين، فجاعوا راحوا في المكان يبيع خبز ودبس. السيد أبو الحسن الأصفهاني عنده بس فلوس الخبز، فلوس دبس ما عنده. فهذا صاحبه لما اشترى قال انا بشتري الخبز وبشتري الدبس وبعدين بعطيه الفلوس. صاحب الدبس والخبز اللي يبيع قال هذا الخبز وهذا الدبس، وقت ما تبي تجيب بيزاته تجيب فلوسه مو مشكله. فلما احضر الخبز مع الدبس السيد ابو الحسن ما اكل من الدبس، قال انا ما ادري يجوز انت ما ترجع فلوسه، يجوز باكر تموت، يجوز بعد ساعه تموت، واضح لو لا؟ ما عندك علم وعلم قطعي ان ترجع. فمن باب الاحتياط والورع شو يقول امام الحجه؟ وطهر بطوننا عن الحرام والشبهه. هذا شبهه، هذا شبهه. صحيح انت بترجع وانت انسان مؤمن، بس ابو سلم الحسن يقول صحيح انت مؤمن بس انا احتاط. واضح الموضوع؟ الايمان درجات. فما اكل من الدبس، ذاك اكل. فالسيد قال لي تتذكر يوم الدبس؟ انت اكلت من الدبس، انا ما اكلت. عدم اكلي من الدبس هو اللي خلاني مرجع تقليد. والله فالواحد يكون يحتاط في اموره. مسلم بن عقيل قال لعمر بن سعد انا علي دين، هذه نظافه، هذه نزاهه. وقال لي إذا جثتي لأن ألقي من أعلى السطح إلى الأرض وسحل، سحل في السوق، وضعوا الحبال في أرجل وأيدي مسلم بن عقيل وهانوا وخلوا يجرونهم في الأسواق، قال لي أريدك تستوهب جثتي من زياد وتكتب للحسين أن يرجع ليجي. واضح لما هذه من صفاته. ولما أخذوه حتى يضربوا عنقه شنو كان؟ هذه من أحد صفاته، كثرة الذكر والصلاة، كان يهلل الله ويسبح ها ويصلي على النبي. وقبل الله يقتل السياف قال امهلني أن أصلي ركعتين. شوف اهتمام بالصلاة، الاهتمام في الصلاة جدا مهم. عندنا في الرواية امتحنوا شيعتنا في ثلاث، احنا غير شيعة ان شاء الله شيعة، يقول امتحنوا شيعتنا في ثلاث: في محافظتهم على اوقات الصلاة. عندك عمل قول له العمل بعدين، خل اصلي وبعدين. عندك شغل قول له بعدين، الصلاة اوجب. واضح لو لا؟ في محافظتهم على اوقات الصلاة وعند حفظ اسرارهم عند عدوهم وفي مواساتهم لإخوانهم في المال. واضح لنا؟ عندك أخو ضعيف واسي بالمال، فالاهتمام في الصلاة شيء مهم. ولهذا هناك شهداء المحراب، أكو هناك في عاشوراء شهداء الصلاة. الإمام الحسين سلام الله عليه أبو ثمامة الصاعدي زين جلي الإمام الحسين في ظهر عاشوراء، قال لي يا سيدي يا مولاي ذولا مو تاركينك،
وأنا آليت على نفسي إلا أن أستشهد بين يديك، وأريد قبل لا أستجد أن أصلي هذه الصلاة، ها؟ وقد قرب وقتها. قال: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين. وهذا دعاء عظيم حقيقة. زين، فبدأ الإمام حسين يصلي، عاد اصطفوا الأصحاب أمامه، منهم سعيد بن عبد الله الحنفي، زين، وكان يتقي السهام بصدره إلى أن وقع بأبي وأمي، وجاء إليه الحسين وجد في جسمي 13 سهما، وقال له: يا سيدي، أوفيت يا ابن رسول الله؟ قال: نعم وفيت، وأنت أمامي في الجنة. حبيب كان شهيد الصلاة، كان يدافع عن صلاة الإمام الحسين. حبيب بن مضار عمره 75 سنة، كان في بعض الأحاديث يختم القرآن في ليلة واحدة، وكان فقيه. حبيب من قام يصلي، شلون بدأ القتال حبيب؟ هذه جدا مهمة ولفتة جدا ذكية. شوف، الحبيب كان يدافع عن قبول الصلاة. الصلاة انت تصلي لازم تكون مقبولة عند الله، اكو شرائط لقبول الصلاة. زين، فالحسين ابن نمير لما بدأ الحسين الصلاة قال: إنها لا تقبل، إنها لا تقبل. فقال له حبيب: أزعمت أنها لا تقبل من آل الرسول وتقبل منك يا خمار أو يا حمار في بعض الروايات، أو يا ختار؟ فهني غضب الحسين، فحمل على حبيب، فضرب حبيب فرس الحسين، شبت به، سقط، استنقذوه. هني عاد بدا حبيب بالقتال. شوف، انطلاقا من دفاعه عن صلاة الحسين. شفت الصلاة شقد مهمة اللي خلت حبيب يستشهد لأجل هذه الصلاة. فبرز يقاتل وهو يقول: أنا حبيب وأبي مظهر، فارس هيجائي وحرب تسعر، أنتم عد عدتين وأكثر، ونحن أتقى منكم وأصبر، وأنتم عند الوفاء أغدر، ونحن أعلى حجة وأظهر، حقا وأتقى منكم وأعذر. قتل على كبر سني 62 رجلا، يا بينما هو يقاتل عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء، حمل عليه بديل بن صريم فضربه بسيفه، وطعنه آخر من تميم برمحه، فسقط إلى الأرض، أراد أن يقوم، فجاء الحسين وضربه بالسيف على رأسه، فوقع على الأرض، وجاء التميمي واحتز رأسه، رحم الله من نادى وحبيبا ومظلوما. يقول فهد مقتله الحسين. الحسين لما شاف حبيب الحالة ما قدر يصمد، انهارت أركان بأبي وأمي، واسترجع كثيرا وقال: عند الله احتسب نفسي وحماة أصحابي. قضى وحق عليهم دول خيار، ولا خلى وخوات حسين تنضى، لما طاح وتفايض منهم الهام، تهاووا مثل ما هو النجم من خبر. يا الله، هو وما بين من قطعة وريدة، وقع راسه وبين الطارتيد،
مشبح يا برمي الشديد وبالليل صار لين الشعب مكور يا الله هذا الرموح بفادة تثن وهذا به لين الشعب رن يا الله وهذا الخيل صدر نبض ظنه ومظلومه يا الله وهذا الخيل صدر نبض ظنه وهذا وذاك بالهند مودر ركاب غوجه يا الله ركاب غوجه وتعن حسين لقاها بس جثث وبسلي بيها يا الله لقاها بس جثث ومسلي بيها صاب الدمع وتحسر عليه وقال احتسب عند الله واصبر وجد الرداء من دون آل محمد عذبا وبعدهم الحياة عذابا فهووا على عفر التراب وإنما ضموا هناك الخردة الأتراب يا الله يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لم يؤخذ بالجريرة ولم يهتك الستر يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا شاهد كل نجوى يا موضع كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وإلى أرواح موتى المؤمنين والمستمعين والمؤسسين لهذا المجلس الشريف رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة قبلها صلوات.